بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفة اليوم هي عبارة عن وصفة فعالة رائعة لنفخ الشفايف وتوريدها، والنتيجة تكون إن شاء الله من أول استعمال. من أول استعمال راح تلاحظي أن شفايفك فيها نوع من الانتفاخ، ومع الاستمرار راح تصير شفايفك ممتلئة وموردة. مقادير هذه الوصفة عبارة عن ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة، ملعقة شاي صغيرة من القرفة المطحونة، ونحتاج للفازلين ملعقة كذلك من الفازلين، ولكن الملعقة تكون شوي كبيرة عن ملعقة القرفة. نحتاج للقليل من ملح الطعام، ونحتاج لحوالي ربع ليمونة صغيرة. أولا خذي الربع ليمونة صغيرة، ضعيها في الملح هكذا، الملح بهذه الطريقة. وفي الليل قبل النوم اعملي حركات دائرية على شفايفك بهذا الملح والليمون لمدة 5 دقائق، وتكون الحركات خفيفة. ثم أزيلي الليمون والملح، وحضري ملعقة من الفازلين. خذي ملعقة من الفازلين بهذا الشكل، ملعقة فازلين نضعها في علبة، وضعي عليها ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ناعم. اخلطي المكونات مع بعض بهذا الشكل، نتحصل على كريم القرفة، وهو فعال لتنفيخ وتكبير الشفايف وتوريدها. هكذا نتحصل على هذا الكريم، كريم القرفة أو الدارسين كما تسمى في بعض الدول العربية. ويوميا قبل النوم خذي القليل من هذا الكريم وضعيه على شفايفك، ضعيه على شفايفك بهذا الشكل، ونامي به لحد الصبح، نامي به لحد الصبح. ولكن قبل عمل الكريم قلت نضع الليمون والملح بشكل حركات دائرية على الشفايف لمدة 5 دقائق. بعد إزالة الليمون والملح نضع كريم القرفة وتنامي به، والصبح إن شاء الله راح تلاحظي أن شفايفك فيها نوع من الانتفاخ وكذلك موردة، راح تحسي بوخز خفيف على الشفايف، وهذا بفعل القرفة. وإذا كان متوفر عندك زيت القرفة يمكن إضافته لهذا الكريم، وتكون النتيجة فعالة 100%. بالأخير أتمنى أن يعجبكم الفيديو وتعجبكم الوصفة، واللي طلبوا مني هذه الوصفة يشوفوا الفيديو وينال رضاهم. لا تنسوا مشاركة الفيديو مع باقي الأصدقاء، الاشتراك في القناة لدعمي على الاستمرار، والإجابة على الأسئلة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.